السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم من المدرسة الحرة للغات، ونقدم للتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي تلخيص للاسم والفعل. أول ما نبدأ ديركتومون نبدأ بالكلمة. الكلمة لخصها هي عبارة عن اسم أو فعل أو حرف. اسم، فعل، حرف. الاسم يمكن أن يكون اسم إنسان، أحمد، علي، فاطمة. يمكن أيضا أن يكون اسم حيوان، كلب، أسد، قط. ممكن أن يكون اسم شيء، طاولة، كرسي، كراس. الفعل، الفعل، الفعل يمكن أن يكون فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. تلخيص: خرج مثلا، فعل خرج في الماضي يعني انتهت، هنا خرج. يخرج، أخرج الفعل أمر. نأتي هنا إلى تعريف الفعل. هو كل لفظ يدل على حصول عمل وقع في زمن معين. زمن معين هذا يا أما في الماضي، يا أما في المضارع، يا أما في الأمر. هو كل لفظ يعني هو كل كلام، يعني كل كلام. اللفظ هو مثلا الفعل، ها هو خرج، ها هو لفظ في الماضي. يخرج في المضارع، أخرج في الأمر. وكل لفظ يدل على حصول عمل، حصل هذا العمل، خروج حصل في الماضي، وقع في زمن معين. هنا وقع في زمن الماضي، هنا وقع في زمن المضارع، وهنا وقع في زمن الأمر، نحن من أمرنا. الفعل هو عمل يقوم به الفاعل. عندما تجد فعل، الفعل يجب أن تجد فاعل، يعني هو عمل يقوم به الفاعل. نأتي إلى التمرينات. مثلا نجيو هنا تمرينات، نشوفوا ترى إذا التلاميذ تتمرنوا على التمرينات هذه. تمرين رقم 1: ميز بين الاسم والفعل. يكتب، يلعب، أحمد، أسد، حديقة، نهض، قام، كتاب، حصد. نأتي للأول. يكتب، يكتب هي فعل، وقلت ميز بين اسم وفعل. يلعب هي فعل. أحمد هو اسم إنسان. أسد هو اسم حيوان. حديقة هي اسم شيء. نهض، نهض يعني استيقظ، نهض هو فعل. قام هو فعل. كتاب هو اسم. حصد هو فعل. هذا هو التمرين الأول، ميز بين الاسم والفعل. التمرين رقم 2: سطر تحت الفعل في الجمل التالية. في الجمل التالية، الجملة الأولى واش تقول؟ حل فصل الربيع، دخل التلميذ القسمة، طبخت أمي طعاما لذيذا، ذهب أبي إلى السوق. نأتي إلى هنا، سطر تحت الفعل في الجمل التالية. حل فصل يعني أتى، نسطر هنا. دخل التلميذ القسم، دخل المعلم القسم، نسطر هنا. هو الفعل، حل فعل ودخل فعل. طبخت أمي طعاما لذيذا، طبخت هو فعل. ذهب أبي إلى السوق، ذهب فعل. مضارع تاع ذهب يذهب، فعل الأمر تاع اذهب. نتمنى أن هذه الخلاصة أعجبت التلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، ونتمنى أن الأمهات يركزوا لهم على الخلاصة فقط، وما يعني التلاميذ الصغار لازم نعطوهم خلاصة فقط مش للحشو. نتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. إذا أعجبكم الفيديو ديروا لايك، وأنقر جرس الاشتراك حتى يصل كل جديد من المدرسة الحرة للغات.